ان شاء الله. باهي كيف كيف ناعمه حتى في الاتحاد المونستيري، ستاف جديد مع مراد العقبي كيف كيف نفس السبب تقريبا، عفوا الغربي كمل الموسم ما عملش معناتها اخفاقات كبيره ولو ان تراجعت النتائج بارابولس على الجرده. لكن كيفاش تشوف الاتحاد المونستيري مع مدرب جديد؟ بون بالنسبه للسي مراد العقبي يعني مدرب كوميم عنده اكسبيريونس، درب عديد الفرق في تونس، تعدى ديز اكسبيريونس باهين وخايبين خاصة مع شباب القروان، يعني انسان متمرس في البطولة التونسية، يعرف كي باش يمشي لبنقردين ولا باش يمشي للطاطاوين شنو باش يلقى، كي باش يمشي للمتلوي، كي باش يمشي للتنقلات في تونس، مش كيما مدرب يبدا غريب شوية على البطولة كمدرب مش كلاعب، خاطر كلاعب يعرف ما هذا قبل. بالنسبة لي أنا مراد العقبي عنده الافكتيف باهي، أنا نرى فيه معناها حاجة مزيانة برشا، معناها الاتحاد المنسيري تنجم تمشي بشوية يعني بالليتاب نجم نلقاو في الاتحاد المنسيري تلعب على المراتب الأولى، إيكيب باهية أوموجين فيها قاعدة الملاعبية، فيها الديفونس سورتو ديفونس مازال موجود خرج منه كان زياد المشموم، فهمي بن رمضان موجود الكابيتان ديكيب، عندهم جارديان باهي برشا البشير بن سعيد اللي وصل معناها في المنتخب، فما سكوليت باهيه نتاع ملاعبيه مع زادوها ملاعبيه اخرين نجموا نكتشفوهم في البطوله، وبشويه بشويه بتي تابي تنجم تلقى الاتحاد المنسيري باش تقلق برشا برشا ايكيبات السنه. الاتحاد المنسيري مش كيما عمليه واللي باش تلقاها تلعب على تفادي النزول. سي المنجي فما اسبقيه تاريخيه للترجي بالارقام، معناها ترجي فاز بالالقاب السوبر عنده 5 ألقاب، الاتحاد المنسيري ما عندوش حتى لقب، وحتى في تاريخ المواجهات 59 فوز للترجي 11 للمستير 30 تعادل بين زوج فرق، ياثر هذا والا 90 دقيقه هي الكل؟ هو هذاك سي لو باسي، توا اليوم راهو كي تشوف انت شكون اللي كان يترقب الاتحاد المنسيري باش يفوز في النهائي الكاس على الترجي الرياضي التونسي، كانوا الاستعداد كان احسن من لاعبي الترجي، وبربي نشكر كمال لان انا من الناس اللي نعزم برشك اللي يتكلموا بتلقائيه، لان بعد ساعات راهو ما يحسبش خويا خاطر يقول الحقيقه، انا من غدوه اذا كان شغلت في ملاعب ولا في اسيستون هو الاولاني يعمل له تليفون ويهز له باكو نوار ويقول له سامحني راني غلطت في الاداء معناها في اونيفو الكلام اللي قلته. لكن اليوم راهو وانت تعرف خويا اسلام في الاوف دونك تولي دومان بعد ساعات ثم كلام وفي الديريكت ثم كلام، دونك هذه مش من مصلحه الكره. اليوم يفو ريغلي يفو دير لي شوز اون فاس وقول حقائق. انا كي نقول حاجه لان احنا ما عندناش ان انتري، واحد يعيش راجل ويموت راجل. اعطيني رايك في الموضوع في المنتج، في الموضوع نتاع الستاف تكنيك نتاع الترجي، ستاف تكنيك نتاع الموضوع، هل في قيمه الترجي معناتها؟ شو انا نقول لك الحقيقه، استغربت بالتخلي على ناصر شوشان لان اخلاقيا وكمدرب فريمون سيناتر اكسبسيونيل، ورانا في الخليج ورانا بارتو، ما نجمش يقول لك مثلا نعملوا برشا شغلات اللي جارديان تاع الاسبيرونس الموسم الماضي. سامحني انت كي تجيب لي عندك معز بن شريفيه من احسن الجارديانات، تجيب له فاروق بن مصطفى كاحتياطي وزوز في ليكيب ناسيونال، تي فا كري ان بروبليم في الفيستير. اليوم شكون اللي كان وراء فاروق بن مصطفى باش يجي في ترجي؟ نفس اللي صاير في البي اس جي، تشوف شنو اللي باش يصير في البي اس جي. اليوم الاشكال الكبير سك اليوم جاء انيس بوسعيد هذاك تبارك الله وما شاء الله على العمل اللي عمله في الملعب التونسي، وانا بعد اقالته من الملعب التونسي طلبته بالهاتف وقلت له راي الملعب التونسي باش تندم عليك، والملعب التونسي نزل للدرجه الثانيه. الملعب التونسي كما نقولوا احنا كاتبين مره حاجه الجماهير توس انسامبل، قلت لهم ما يزيش توس انسامبل، توس اوني توس انسامبل توس اوني، اليد في اليد لمصلحه واحده هي الملعب التونسي. اليوم اسمه ايمن التيفي، اذا كان ايمن التيفي عنده الكفاءات منذ سنوات، قداش ليه من اللي اعتزل كره القدم ايمن التيفي؟ على الاقل 10 سنين صحيح ولا لا؟ علاش تخليت عليه اذا كان عنده الكفاءات؟ واذا كان ما عندوش الكفاءات باش يكون في ستاف تكنيك علاش ترجع فيه تو؟ دونك سي ان بروبليم دو كوميونيكاسيون اللي ماهوش صاير. اذا كان اليوم باش نجيبوا ناس باش نسكتوا الجماهير نتاع الترجي التونسي، راهي الجماهير نتاع الترجي التونسي والجماهير نتاع الفرق الكل راهي تفهم كوره بالكدا بالكدا، ويعرفوا شنو اللي باش يصير ويعرفوا شنو اللي قاعد صاير. هي لكن الستاف جابوا راضي جايد، مش الاداره اختارت، مش تحمل مسؤوليه يعني طبعا الاشخاص اللي معاه. إذا كان أختي نعيمة، إذا كان راجل جعايدي اليوم جاء سي حمدي المدب أعطاه ثقة في راجل جعايدي واليوم أعطاه معناه لو بلان بوفوار يتحمل مسؤوليته، لكن اليوم كي تبدا عندك اليوم حارس مرمى
معناها اللي كان اسمه زرقاء اللي كان يراني في حمدي الكسراوي كان هو معناها لو شيف، اليوم يلقى حمدي الكسراوي قدام زرقاء. دونك اليوم الامبيونس نتاع اللي باش تصير في وسط الفريق كترجي الرياضي التونسي، ثم برشا حاجات اللي ما نعطيناش قيمه هي عقليه اللاعب التونسي. يا علاش ناخذوا فيها بحساسيه يا اخي؟ نحن هي راي جينيراسيون، معناها كل واحد يلزم ياخذ وقته، معناها زرقاء خذا وقته، حمدي الكسراوي ياخذ وقته، وهي بهكيكا معناها يوم فما انرجي. لا لا مش 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 حكايه حساسيه ولا مش واحد، راهو اصحابي كلهم اخواتي، راهو ما عندي حتى مشكل مع حتى حد، وما حتى انا كيف كيف وما نحبش ندخل في مشكله مع حد، واللي فهم حاجه غلطه راهو غلطه، ما عمري ما نقول الكلام هذا. انا نحكيو على الاسبيرانس، نحكيو على جمعيه كبيره، نحكيو على ستاف تكنيك نتاع الاسبيرانس. شنو مطلوب كي تبدا في جمعيه كبيره؟ سيمونجي في جمعيه كبيره، شنو المطلوب في ستاف تكنيك؟ كفاءه ولا لا؟ كفاءه وكوميونيكاسيون. والكوميونيكاسيون هذوما زوز موجودين وسلام. واضح، حلوه الخبزه. باهي نعطيكم التشكيله المحتمله. الترجي نحب تعليق من كمال، محتمله نذكر بعد شويه راهم شويه رادس ناخذوا التشكيله الاساسيه والرسميه. بن مصطفى، بن حميده، بدران، يعقوبي، مسكيني، الشتي، شمام، الشعلالي، برمضان، المرزوقي او ايولا، وحمدو الهوني. باهي ملاحظه وحيده، فما باش يكون هذا مؤكد ثلاثه ملاعبيه في الاكس نتاع الترجي، تبديل في السيستم. نحب ناخذ فيه رايك كمال، ولو انه فما غيابات، توغاي، الفادع، مشموم، هذم الاصابه كان معمل عليهم حسب اخر معلومات رجج عادي، لكن اصابتهم ما مش موجودين في التشكيله. شنو رايك في التشكيله المحتمله هذه كمال؟ التشكيله ما نجمش نحكم على الملاعبيه توا، خاطر يجي نقول لك بعد خروج من التحضيرات انت والسيتواسيون نتاع الملاعب، وانت كيفاش بتكون يعني كيفاش كانت التحضيرات. تقول لي ثلاثه في اللاكس، بتقدر رجج عادي هو خدم برشا بالسيستم هذا، خاصه في المباريات الوديه اللي لعبهم الكل حاب يجرب، لكن يعني باش واحد ينجح في طريقه اللعب هذه لازم برشا وقت. راه احنا اللاعب التونسي راه مش مستنسين باش نلعبوا بثلاثه في اللاكس، راه ما نجموش، مش نمبورتور. هي في البطوله هي ايطاليا وتخلت عليها، يعني برشلونه مع بنغال تخلت عليها، حتى تو بيزوان بوكو دو كاليتي في جوار تروا لا رابيديتي لا لو ترافاي ديفنسيف ولا فيت ولا معنى الماركاج انديفيدوال. دونك 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 بوتيتر هو حب توا يشوف شنو الثمار نتاعها طريقه اللعب هذه في المباراه نتاع اليوم، لكن كما قلت راهو يلزمها برشا 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 وقت، يعني باش تنجم تنجح، على خاطر العقليه نتاع اللاعب التونسي ديما موجود زوز في اللاكس هذاك، هو نجم صعيب برشا. باهي ناخذ رايك في تشكيلة الاتحاد المنستيري. نعيمة بن سعيد، هشام بكر، نور الدين الشتراني، وتراء، عثمان عامر العمراني، حكيم تقاح، حسام تقاح، حمزة جلاسي، يوسف أمرو، كذلك المحيرسي ويوسف العبدلي. التشكيلة تقريبا مش غايب عليها برشا لاعبين مع الجدد، فما معناها أوموجين. محيرسي موجود، العبدلي موجود، العبدلي شفناه رجع بالباهي يعني في آخر السيزون كيف المحيرسي قدم نهاية موسم ممتازة، قاعد يرجع معناها الملاعبي هذا بالحق ملاعبي كونفيرمي. إن شاء الله ومازال صغير، علاش لا يعاود يرجع المحيرسي اللي خرج من الإسبيرونس باش يحترف بو. للأسف ما نجحش، لكن إن شاء الله يرجع المحيرسي اللي عرفناه خرج من الإسبيرونس. إيكيب باهي يعني تشكيله باهيه، ان شاء الله نشوفوها. انا حاسه بون هو بدايه موسم، ما تنجمش معناها تكون مباراه قويه، لكن مش تكون مباراه مزيانه على الاقل. يعطيك الصحه نعيمه، شكرا لك، شرفتنا بحضورك معنا.